اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث مباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. وحاليا احنا متواجدين في شارع مولاي اسماعيل كيف ما كتشوفوا معنا. الشارع هذا اللي تعرضوا فيه تقريبا جوج ديال الحوادث من بين البارح، بارح وحده في النهار وحده بالليل، وهادشي كامل السبب ديالو الكليساج ديال الطريق. والطريق هذا اللي عامره تقريبا بزود ديال الشاحنات كما كنشوفوا هنايا، وهذا اللي كيسبب وكيخلي يعني السائقين يعني في خطر كبير. فما قلت يعني البارح يعني وقعوا جوج ديال الحوادث، وحده بالنهار وحده بالليل. طبيعي حنا كنتمنوا انه كاع الناس اللي كيدوزوا من هذا الشارع هذا يتوخاو الحيطه والحذر وغيب التي وشويه عليهم، وخصوصا اصحاب الدراجات الناريه كذلك بالنسبه ليهم عاوتاني كيكون خطر كبير بالنسبه ليهم. فحنا طبيعي حنايا كندعيو وكنقولوا كاع اصحاب ديال المطار الدراجات الناريه انهم يديروا الكاسك ديالهم الا دازوا هنايا وفيما اي مكان يلتزموا بالقوانين السير، لانه اول حاجه هذا خطر بالنسبه ليهم اولا وبالنسبه للناس اللي دايزين في الطريق. فكما قلت هنايا في الشارع ديال مولاي يوسف، الشارع اللي كله عامر بالنده، عامر بالزيت ديال الزيوت ديال الشاحنات، خصوصا هذا الطريق هذا كيدوزوا منه الشاحنات بكثره متجهين للحي الصناعي. فكذلك حنا كننبهوا كاع الناس اللي كيدوزوا هنا ويدوزوا من هذا الطريق هذا وكاع المواطنين انهم يتوخوا الحذر وغيب التي عليهم وبشويه، وخصوصا هذا الشارع هذا كما قلت يعني عامر زيت، فالناس هنا كيتكليساو بكثره. كما قلت البارح راه وقعوا جوج ديال الحوادث، حادثه يعني بالنهار وحادثه بالليل. فطبيعه الحال حنا كنتمناو كاع هاد الناس يعني كاع الناس اللي داروا الحوادث فكنتمناو لهم السلامه ديالهم. طبيعه الحال حنا كنقولوا وكنناشدوا يعني كاع الناس اللي كيدوزوا من هاد الطريق هذا يتوخاو الحيطه والحذر وغيب التي عليهم. فكما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذا الشارع هذا اللي كيكون شارع يعني مكتظ بالسيارات، فطبيعه الحال دائما كنسمعوا على هذا الشارع هذا فيه الوقوع ديال الحوادث السير، راه ماشي مره ماشي جوج، بغض النظر على البارح اللي وقعوا فيه جوج حوادث، كنلقاو يعني الحوادث ديال السير تقريبا كل يوم حوادث ديال السير كتوقع هنايا بشارع مولاي يوسف، بحكم يعني الطريق كلها يعني مزيته. فكذلك حنا كنقولوا الناس وخصوصا اصحاب الدراجات الناريه غير بلاتي عليهم اللي يدوزوا من هذا الطريق هذا يستعملوا الكاسك ديالهم، ومن يدوزوا من الطريق هذا غير بشويه عليهم لانه يقدر يعني يفريني ويوقع له كليساج هنايا. فطبيعة الحال حنايا كنقولوا كذلك حتى الناس ديال السائقين صاحب الشاحنات غير بشويه عليهم، خصوصا انه الشاحنه كتكون يعني محمله يعني كتكون هزه بزاف، فكنتمناو يتمشاو غير بشويه عليهم. وطبيعة الحال حنا من هذا المنبر كنناشدوا الناس المسؤولين انهم يحاولوا يديروا شي حل لهاد الطريق هذه باش ما يوقعش فيها لي زاكسيدون وما يوقعش فيها الكليساج بسبب ديال الزيوت ديال الشاحنات. وطبيعة الحال بالنسبه للناس اللي لا تحقوا بنا، حنا متواجدين مباشره من مدينه الدار البيضاء بشارع مولاي اسماعيل، فطبيعه الحال كننبهوا كل الناس اللي كيدوزوا من الشارع هذا غير بشويه عليهم وغيب لاتي عليهم، لانه كيوقعوا حوادث كثيره هنا في هذا الشارع هذا بحكم الكليساج اللي كاين هنايا بالزيوت ديال الشاحنات اللي متواجدين هنايا في هذا الشارع هذا. وطبيعه الحال كما كتشوفوا معنا الشاحنات كيكونوا جايين يعني محملين هنايا السلعه، فكنتمنى لهم وكنقول لهم غيب لاتي عليهم بشويه. وبالنسبه كذلك لاصحاب الدراجات الناريه غيب لاتي عليهم، فلا قدر الله الا جاو جايين كيجريو يعني فرينا ويعني دغيا راه يقدر يعني الموتور يتقلب بهم لا قدر الله، كيف ما دازوا بزاف ديال لي زاكسيدون هنايا في شارع مولاي اسماعيل.